مساء الخير زمان واحنا صغيرين لما كنا بنلعب اتاري ومحاولاتنا بتخلص قبل ما نوصل للنهايه اللعبه كانت بتنتهي ويتكتب على الشاشه جيم اوفر وده علمنا ان حتى في الالعاب والتسليه مفيش حد عنده رصيد مفتوح عشان يعمل كل اللي هو عايزه من غير نهايه وان انت قدامك اكتر من محاوله تستغلهم صح لحد ما توصل لهدفك ويتكتب لك على الشاشة إيه؟ congratulations أو مبروك يا كل حاجة اتهدت ويتكتب لك game over وده اللي حسيته لما قريت رسالة حياة بطل القصة حقيقية النهاردة اللي وصلت مع مامتها لمرحلة جيم over مامتها هي اللي ضيعت رصيدها وخلصت كل محاولاتها على الفاضي لحد ما حياة واخواتها قفلوا منها تماما وبقوا مش قادرين يفتحوا معها صفحة جديدة طب ايه اللي عملته الام عشان توصلهم للمرحله دي تعالوا نشوف حياه بعدت لنا تقول لنا ايه اسمي حياه من اسيوط وعندي 16 سنه من وانا صغيره بابا وماما كانوا في مشاكل طول الوقت وكل يوم خناقات وكان اهل بابا بيتدخلوا احيانا عشان يصلحوا ما بينهم وساعات تانيه هما اللي كانوا بيتصالحوا مع نفسهم ويفضلوا يتعاتبوا على اللي حصل ويوعدوا بعض ان اللي حصل مش هيتكرر تاني بس برضه كانوا بيرجعوا يكرروه عادي جدا واللي كان عامل مشاكل ان ماما من اسكندريه وبابا من الصعيد ورغم ان ماما وافقت من البدايه انها تسيب اسكندريه وتيجي تعيش مع بابا في اسيوط لكن بعد فتره بسيطه من الجواز زهقت وتعبت وكانت مصممة إنها تسيب الصعيد وترجع لإسكندرية تاني وسط أهلها وصحابها والناس اللي تعرفهم خصوصا إن طبيعة الصعيد زي ما أنتوا عارفين مختلفة تماما عن إسكندرية وكذا مرة ماما تقترح على بابا إننا نروح نعيش في إسكندرية زي صعيدة كتير سابوا بلادهم راحوا اشتغلوا في المقاولات وفي مجالات تانية وكبروا وبقوا أكابر البلد بس أبويا ما كانش موافق على العيشة في اسكندرية نهائي كان دايما يقول لها أنا أهلي وعزوتي هنا في أسيوط ومش هسيب البلد أبدا وانت كنت عارفة وموافقة من الأول وما غصبتكيش على حاجة المهم فضلت الخناقات والمشاكل دي بينهم على مدار تسع سنين جواز اللي مبات فيه نصبح فيه أنا وأخواتي لحد ما بابا بلغ ماما في يوم انه جاله شغل في ليبيا وبعد ما سافر امي اخدتنا انا واخواتي على اسكندريه وجابت شقه هناك وقعدنا فيها يعني مامتك سافرت من وراه عشان تحطه قدام الامر الواقع وتجبره يرجع يعيش في اسكندريه زي ما كانت عايزه طب ماشي ما عملتش حساب بقى لما يرجع من السفر هيكون رد فعله ايه ما خافتش من رد فعله. تعالوا نكمل ونشوف ايه اللي حصل. رحنا اسكندريه بس كنا خايفين من اللي هيحصل لما بابا يرجع من السفر ويكتشف اللي ماما عملته من وراه. بس قدام شويه انا واخواتي اتفاجئنا زي بابا بالظبط لما اكتشفنا اللي عملته ماما. ماما رفعت قضيه خلع على بابا واستغلت ظرف سفره. عشان تدعم موقفها في القضية وبعد مدة أبويا جه وفوجئ باللي حصل وقبل ما يفوق من ضربة إن ماما رجعت تعيش في اسكندرية من وراه خد الخبطة التانية وراها على طول لما اكتشف إنها عايزة تخلعه طبعا الدنيا ولعت بس الغريبة إن بابا ما كانش موافق على إنه يسيبها بسهولة لكن ماما اتمسكت بموقفها وأصرت على الخلع فبابا ساعتها قرر إن هو اللي يطلقها بعد ما أبويا طلق أمي أخدنا نعيش معاه في الصعيد والصدمة اللي خدتها ساعتها إن أمي ثبتنا نروح معاه أنا وإخواتي عادي من غير ما يتهزلها شعرة رجعنا وأبويا اتجوز واحدة تانية وأمي كمان اتجوزت في اسكندرية وبعدين أبويا طلق مراته التاني وامي كمان اتطلقت من جوزها التاني بعدها ابويا اتجوز لثالث مره وامي كمان اتجوزت من واحد تالت وبعدين ابويا اتطلق مراته التالت وامي برضو اتطلقت من جوزها التالت وبعدها اتجوزت من واحد رابع بس ابويا قرر انه ما يتجوزش تاني لا يعني انا عايزه اقف عند الحته دي هو ده بجد اللي انا بسمعه <applause> يعني انتوا داخلين سباق ده في ناس بعد اول تجربه طلاق بتتعقد تقعد تقول عمرها ما تتجوز تاني وتقول غلطه وتوبه طيب جبتوا منين القدره والطاقه انكم تتجوزوا ثلاث او اربع مرات ورا بعض بالسرعه والسهوله دي طب انت واخواتك أنتي واخواتك يا حي كنتوا فين من كل ده تعالوا نكمل عشنا حياة في منتهى الصعوبة يا سالي يكفي بس إن أقولك إن أمي ما كلمتناش من أول ما اتطلقت من أبويا سابتنا وشلتنا نهائي من دماغها لدرجة إنها ما شافتناش ولا إحنا شفناها أنا وإخواتي سبع سنين سبع سنين ولا نعرف عنها حاجة ما سألتش علينا ودلوقتي أمي بعد كل ده فجأة ظهرت وعايزه تكلمنا وتشوفنا انا واخواتي وعايزانا نسافر عندها ورفع قضيه عشان تشوفنا وبكل صراحه وامانه انا مش عارفه انا مش عارفه اذا كنت بحبها ولا لا انا بقول مفيش حد ما بيحبش امه بس كل ما افتكر انها سابتنا وسافرت واتجوزت بدل المره كذا مره احس انها ما بتحبناش ولا احنا فارقين معاها واقول بيني وبين نفسي انا كمان لازم ما احبهاش زي ما هي ما حبتنيش ما ينفعش نديها فرصه تانية هي اللي بعتنا وفكرتش فينا مش عارفه يا سالي ليه حصل معانا كل ده حقيقي متلخبطه وتايهه ومش عارفه اعمل ايه لحد هنا وخلصت رساله حياه احنا بنشوف العجب في البرنامج ده بجد يعني الناس بتتخانق على تطبخ ولا ما تطبخش تغسل ولا ما تغسلش احنا بنشوف العجب نشوف حاجات انا عمري بجد ما شفتها في الحياه يا حياه يا ممكن اكون سمعت اتجوزت مره مرتين ام عملت مش عارف ايه بس قعدت تحارب قعدت تقاوح هربت لوحدها بس ان انا الاقي الكلام ده كله في قصه واحده صعب يعني رسالة حياة اللي فعلا الظروف حطتها في اختبار صعب جدا مش مبالغة لو قلت ان ده واحد من اصعب الاختبارات اللي ممكن اي حد يمر بيها لاننا ممكن نتوقع الصدمة ونتصالح مع فكرة ان اي شخص يتخلى عنا يخوننا يطلع خاين الا الام الام اللي هي مصدر كل حاجة حلوة اللي بنتعلم منها كبنات فكرة الامومة الطبطبة الحنية تكون هي مصدر الشقاء والتعاسة في حكاية حياة أو في أي حكاية طب حياة فعلا ممكن تكون ما بتحبش مامتها أو ممكن حد ما يحبش مامته ولا ده ممكن يكون كلام من ورا قلبها طب وأم حياة تستاهل فرصة تانية بعد اللي عملته طب مش ممكن تكون راجعة عشان فاقت وتابت ولا راجعة عشان خلاص الدنيا سودت في وشها محتاجه تلم ولادها عشان يساعدوها والزمن جه عليها والدنيا بدات تديها ظهرها طب ابو حياه هيعمل ايه هيسمح بحاجه زي دي يعني انا قعدت افكر كده أنا لو حد جه يحكي لنا القصه دي في الدنيا هل احنا مؤهلين اننا ندي له النصيحه غير الناس المتخصصه ما الطبيعي اي حد يسمع يقولك لا الا الام طب ونفسيه العيال لا ما نجيش على العيال اوعي تكلميها طب وعقوق الوالدين شفت في ثانية خليت دماغك تودي وتجيب ازاي؟